بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة أول حاجة بس عايز أقولها لحضراتكم إن إحنا النهاردة أو بكرة إن شاء الله في تمام الساعة 7 بكرة إن شاء الله هنقفل التصويت على 10 تيشيرتات لنادي الأهلي، على مين اللي هيقول الطرف الثاني في بشكل صحيح طبعا، لأن زي ما حضراتكم عارفين بكرة الساعة 7 إن شاء الله هتبدأ قرعة دوري الأبطال الأفريقية والناس كلها هتعرف من سيلاقي النادي الأهلي، وبالتالي الساعة 7 بالظبط هنقفل باب التصويت. لأن أنا النهاردة الحقيقة أنا بقالي يومين كده الحقيقة ما فتحتش الصفحة بتاعة النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي. النهاردة لما فتحت الصفحة يعني لقيت 32 ألف تعليق، 32 ألف تعليق الحقيقة موجودين على الصفحة، شاركونا في ملعب الأهلي واكسب تي شيرت توقع الطرف الثاني لمباراة النادي الأهلي القادمة في ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا. زي ما قلت لحضراتكم مفيش أي مشكلة إن احنا يجي لنا 32 ألف تانيين، مش هنبقى متضايقين، بالمناسبة هنبقى مبسوطين جدا جدا جدا. أهم حاجة إن تكونوا حضراتكم دايما بتشاركونا ودايما بنبقوا وتبقوا دايما معانا. وبالتالي أنا عايز بس حضراتكم كمان، هي مفيش غير الصفحة أو السؤال ده بالفريم ده وهو امام حضراتكم، هو ده اللي احنا بناخد منه العشر تيشيرتات اللي هتكسب ان شاء الله، او العشر اسماء اللي هتكسب عشر تيشيرتات من تيشيرتات النادي الاهلي الجديده اللي هي الامبرو الجديده. وبالتالي عارفين طبعا ان احنا شايفين اعداد كتيره جدا، ولكن في اعداد كتيره ايضا في بوستات تانية، ولكن اللي عايز اقوله لحضراتكم ان هو ده البوست الرسمي للمسابقه، البوست اللي قدام حضراتكم، شاركونا في ملعب الاهلي او شاركونا في ملعب الاهلي واكسب تي شيرت توقع الطرف الثاني لمباراه النادي الاهلي القادمه في ربع نهائي دوري الابطال الافريقي. 10 تيشيرتات زي ما قلت لحضراتكم ستوزع على الاسماء الفائزه. ازاي هنختار الاسماء الفائزه؟ بكره ان شاء الله على الهواء مباشره هنختار من ضمن ال 32000، هم لغايه دلوقتي الحقيقه 32000. انا شخصيا متخيل ان احنا بكره ان شاء الله ممكن نوصل 50 55000 ان شاء الله تعليق. والله هنحاول على قد ما نقدر ان احنا ناخد الاعداد كلها وناخد الناس كلها، لا مش هنحاول على قد ما نقدر، احنا هنعمل كده بالفعل وهنجيب كل الاسماء اللي حضراتكم اللي بعت لنا على هذا البوست. وزي ما قلت لحضراتكم هو بس عشان تبقوا عارفين هو ده البوست اللي احنا فقط بناخد منه الاسماء الفائزه ب10 فنلات للنادي الاهلي. هو دلوقتي عليه تقريبا 8800 لايك و 32000 تعليق و 162 شير، وبالتالي اي حد عايز يكتب او يكتب تعليقه او يتوقع من سيكون الطرف الثاني في مباراة النادي الاهلي في دوري في دور الثمانية في دوري الابطال الافريقي يبعت على البوست اللي حضراتكم شايفينه امام حضراتكم. ده اولا. طبعا انا سعيد جدا بكمية التفاعل اللي حضراتكم بتعملوها ومنتهى السعادة الحقيقة، دايما ببقى مبسوط بكده. انا يعني انا لو عليا عايز اعمل 10 تيشيرتات كل ماتش الحقيقة علشان دايما تبقوا حضراتكم متفاعلين معنا. وبمناسبة بقى ان احنا بنتكلم عن الجمهور، الحقيقة حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة ان انتوا دايما تبقوا في ظهرنا، دايما تبقوا واقفين معانا، دايما بتشوفوا القناة ماشية ازاي وبتتكلموا معانا وبتبعتوا لنا، واللي مبسوط واللي في بعض الانتقادات بتتقال بنعملها او بنحاول ان احنا نغيرها، لان انا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده انتوا دايما الاساس في كل شيء، انتوا اللي دايما اذا كان عندي مجموعة كبيرة من رئيس التحرير والمعدين بالكامل الحقيقه كلهم ناس محترمه جدا وكلهم على مستوى عالي جدا من الكفاءه، ولكن دايما حضراتكم بتكونوا معانا ودايما بناخد براي حضراتكم في اشياء كثيره جدا جدا. عشان كده انا يهمني الحاله النفسيه للجمهور، الحاله النفسيه للجمهور. بنمشي في الشارع وبنشوف الناس وبنسال الناس، بسال زمايلي وزمايلي بيسالوا الاهلاويه، والحقيقه سعيد جدا 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 بهذه الحاله، سعيد جدا 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 ان الحاله النفسيه عند كل جمهور النادي الاهلي منتهى التفاؤل اللي في الدنيا ومنتهى المسانده ومنتهى الوقوف بجانب الفريق. الناس حست بقيمتها اكتر واكتر واكتر كالعاده، يعني زي الفتره اللي فاتت، لان الفتره اللي فاتت ما كانتش تحتاج الا لشيء واحد فقط، هو جمهور النادي الاهلي. وجهه نظري انا دايما بقول هذا الكلام، ان اللاعبين اللي لهم دور كبير جدا والجهاز الفني له دور كبير جدا، ومن قبلهم الحقيقه مجلس الاداره اللي وفر للجهاز الفني اللعيبه واللي وفر الجهاز الفني اللي موجود حاليا، ولكن كل دول كوم وحضراتكم حاجه تانية.
حضراتكم وشكرا يا سمير طبعا على الصوت، لكن حضراتكم انتوا الاساس في كل شيء، وانا كل مره بقول هذا الكلام وقد ايه انا فرحان وقد ايه انا سعيد، ومش انا لوحدي، كل الناس سعيده وفرحانه بشيء واحد فقط وهو مسانده جمهور النادي الاهلي. هو ده طبعا الطبيعي، ولكن يمكن كنتوا زعلانين شويه فالفتره اللي فاتت. الحقيقه قد ايه شفنا انتوا لما بتبقوا مبسوطين وبتقفوا خلف جمهور او خلف فريق النادي الاهلي قد ايه الفريق بيتغير 360 درجه، قد ايه الفريق بيتغير بشكل كبير جدا جدا جدا. فعشان كده دايما بسال وانا ماشي في الشارع، قابلت حد اهلاوي اقول له اخبارك ايه، متفائل بالفتره القادمه. مش بتكلم على مباراه الزمالك فقط، ولكن انا بتكلم على كل المباريات. الفتره القادمه قد يكون النادي الاهلي بطلا للدوري، وهو الاقرب بالنسبه لنا احنا كاهلاويه، لانه هو النادي الاهلي دايما في حاجات كده هنبقى نتكلم فيها الفتره اللي جايه، الاقرب للبطوله الافريقيه ان شاء الله. وبالتالي انت ممكن في اربع خمس شهور تكون خدت بطوله افريقيه وخدت دوري، ان شاء الله تكون خدت دوري ويتبقى ليك الكاس. فحضراتكم عارفين قد ايه الفتره اللي جايه فتره مهمه، وفي الفترات المهمه دي احنا ما بنستعينش غير بعد ربنا غير بجمهور النادي الاهلي، ما بنستعينش غير بجمهور النادي الاهلي في تشجيع النادي الاهلي والتشجيع المثالي اللي احنا شفناه المباراه اللي فاتت باستثناء القله يعني، لكن التشجيع اللي احنا واقفين ومستنيين عشان حضراتكم، اللي اللعيبه دي مستنيه تشوف التشجيع ده علشان حضراتكم تطلعوا مبسوطين. قد ايه المسانده كانت جميله خلال الفتره اللي فاتت، قد ايه المسانده كانت رائعه من حضراتكم خلال الفتره اللي فاتت. انا بشكركم جدا جدا جدا، لان دي عاده جمهور النادي الاهلي، ونادي الاهلي جمهوره فريد من نوعه في المسانده والوقوف بجانب ناديه في حالات بتبقى صعبه جدا جدا جدا، ولكن النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي لما بيقف مع ناديه الدنيا بتتغير بشكل كبير جدا. فانا بشكر حضراتكم جدا، ولكن كالعاده زي ما حضراتكم متعودين مني، الفتره اللي جايه فتره مهمه قوي قوي قوي. الفتره اللي جايه عندك مباراه امام نادي الزمالك يوم 30 مارس. المباراه دي ممكن كل حاجه تحصل، الله اعلم ايه اللي هيحصل، في دي كره قدم في النهايه، فريق هيكسب وفريق هيخسر وفريق او ممكن يتعادلوا الفريقين، ولكن كل شيء جايز وكل شيء ممكن. مهما حصل في المباراه القادمه لسه الدوري طويل، حتى لو النادي الاهلي لا قدر الله حصل حاجه او لو النادي الاهلي كسب لسه الدوري طويل، مش عارفين ايه اللي هيحصل في المباريات القادمه. فمسانده حضراتكم الدائمه والمسانده اللي بتخلينا نروح دايما ونبقى مبسوطين جدا ونبقى فخورين جدا بيكم وبنفسنا ان احنا اهلاويه، احنا محتاجينها منكم الفتره اللي جايه. محتاجينها منكم ازاي؟ زي ما بقول لكم دايما وكالعاده، محتاجينها منكم في كل الاماكن. ما هو اللعيبه دي مش عايشه في الفضاء، اللعيبه دي عايشه في وسط الناس، الناس بتشوفها هنا وبتشوفها هنا وبتشوفها هنا. بفضل حضراتكم شجعوا اللعيبه، ساندوا اللعيبه، اقفوا مع اللعيبه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق هنا، عن طريق هنا، عن طريق هنا، مفيش اي مشكله. اللي حضراتكم عايزين تعملوه اعملوه، ولكن مساندتكم بتفرق كتير قوي 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 قوي. 32,000 تعليق في ظرف يعني ساعتين، يعني يومين او اقل من يومين كمان، 32,000 تعليق. انا متخيل، انا قلت لهم يا جماعه احنا هنوصل لاكتر، هنعدي ال 50,000 تعليق، هنعدي ال 50,000 تعليق. فأتمنى يا رب، اتمنى ان شاء الله ان حضراتكم مساندتكم اللي انا شايفها فاقت الوصف وعدت كل المساندات اللي في العالم من الجماهير لفريق، اتمنى ان هي تفضل موجوده خلال الفتره اللي جايه. عندنا 11 يوم لغايه مباراه نادي الزمالك الهامه جدا جدا جدا، ولكنها مؤثره في جدول الدوري، ولكن في نفس الوقت بعدها لسه في 10 مباريات تقريبا ولا 11 مباراه لسه بادئ، ده هنتكلم عليه خلال الاسبوع بالكامل. لكن المسانده الحقيقيه هي مسانده جمهور النادي الاهلي، المسانده الحقيقيه هي ان حضراتكم كالعاده تفضلوا دايما واقفين. وبالمناسبه عندنا فتره مهمه جدا الفتره اللي جايه، اللي عايز يتفرج على خناقات ويتفرج على من هنا ومن هنا ومن هنا وان ده يرد على ده، انا مش هرد على حد
ولا هتكلم على اي حاجه خالص غير النواحي الفنيه من وجهه نظر البرنامج بالاتفاق مع كل الناس. هو ده اللي انا هتكلم فيه خلال الفتره اللي جايه، مش هطلع بره الحاجات الفنيه الا اذا كان هناك حاجات معينه هتكلم فيها مع حضراتكم. الامور الفنيه خلال الفتره اللي جايه هي اللي احنا عايزين ندوس عليها. وبالمناسبه انا من حقي ان انا اشوف نقاط ضعف الفرق الاخرى اللي انا هلاعبها، الزمالك وغير الزمالك، انا بتكلم الفتره اللي جايه بالكامل، ونجيبها لكم ونوريها لكم ونوريها للناس كلها علشان اللي عايز يعمل حاجه يعملها. ده من وجهه نظرنا الفنيه اللي هنتكلم فيها. عندي نجوم كبار جدا جدا بيتكلموا في النواحي الفنيه، هنعرف منهم كل شيء مش من النهارده ولا من بكره، ان شاء الله من بدايه الاسبوع اللي جاي. ولكن انا بتكلم دايما مع حضراتكم ان احنا مش هنرد، صدقوني، مهما حصل، مهما ايه حصل، ومهما اتقال، ومهما اي حاجه حصلت الفتره اللي جايه، انا هنا في ملعب الاهلي ولا هرد على حد ولا هتكلم مع حد ولا اي شيء. اللي عايز يغلط فيا بشكل شخصي يغلط، اللي عايز اي حاجه تانية ما عنديش اي مشكله. فحاجات كتيره جدا جدا هتتعمل الفتره اللي جايه، وفي حاجات كتيره جدا هتبقى مهمه الفتره اللي جايه. وبالمناسبه عندنا مفاجآت كثيره خلال هذا الاسبوع لجمهور النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي. يعني طبعا مش هقدر اتكلم عن هذه المفاجآت، ولكن لما يبقى من حق ان انا اتكلم عنها هقولها لحضراتكم. طيب، وبما اننا بنتكلم عن الجمهور، خلينا ناخد واحد هو المدرب العام للنادي الاهلي كابتن محمد يوسف، ولكنه واحد الحقيقه من وجهه نظري من افضل اللاعبين اللي لعبوا للنادي الاهلي لفترات طويله جدا جدا جدا، ومن افضل اللاعبين اللي احترفوا في تركيا، ومن افضل اللاعبين اللي لعبوا سيرد باك، ومن افضل اللاعبين اللي لعبوا باك ليفت من وجهه نظري. يعني انا يمكن عشان بحب كابتن محمد، ولكن كابتن محمد يوسف واحد من افضل اللاعبين. وبالمناسبه هو طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو المدرب العام للنادي الاهلي. نتكلم معاه عن دور الجمهور، مهم جدا ان احنا نسال عن دور الجمهور. يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ مساء الخير. مساء الخير يا كابتن اسلام عليك، سعيد عليك، سعيد اكون معاك كده ومع جمهورنا ومشاهدينا. ربنا يخليك يا كابتن محمد. كابتن محمد، يعني الفتره اللي فاتت وضحت جدا 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 قد ايه مسانده الجمهور بتفرق مع فريق النادي الاهلي. لان انا معلش انا هتكلم مع حضرتك في الحاجات دي الاول وبعد كده نخش بقى على الحاجات الاخرى، لكن مبدئيا خلال الفتره اللي فاتت مسانده الجمهور فرقت كتير جدا جدا مع فريق النادي الاهلي، واعتقد ان هي كان ليها مفعول السحر مع الصفقات الجديده اللي جت في شهر يناير. طبعا ده اكيد، يعني احنا بنتكلم في نقطه اكيد يعني يحس بيها كل لاعب مثل النادي الاهلي. يمكن انا الفتره الاخيره بعذر شويه اللعيبه اللي هي اخر خمس ست سنين من ساعه احداث بقى الثوره وكده، لما اتمنع الجمهور او بقى حضور الجمهور في بعض المباريات وليس كل المباريات. جمهور النادي الاهلي طبعا هو العامل الاساسي والعامل الركيزه الاساسيه في الفوز بالبطولات. النادي الاهلي مميز جدا بجمهوره، والنادي الاهلي في افريقيا معروف بجمهوره، وكل الفرق الافريقيه لما تيجي تلعب النادي الاهلي عارفه كويس قوي استاد القاهره بالتحديد. يعني طبعا قبل ما الفتره الاخيره دي السنوات الاخيره انتقلنا لبرج العرب، لكن استاد القاهره معروف ان اي فريق او نادي في افريقيا بيجي لعب النادي الاهلي في استاد القاهره في حضور جمهور النادي الاهلي، فدي طبعا يعني كفايه، يعني بتعمل بس رهبه شديده جدا للفريق اللي بيجي لعب النادي الاهلي. طبعا انا بؤكد ان حضور الجمهور المباراه الاخيره امام شبيب الثوره طبعا هو ساعد الجهاز الفني كتير، لانه طبعا انت عندك تجهيز نفسي للعيبه وعندك تحفيز وزياده الدوافع وحاجات كتيره جدا دي بيقوم بها الجهاز الفني في عدم حضور الجمهور، لكن لما بيكون الجمهور موجود بتساعدك بشكل كبير. فزي ما احنا بنقول يعني جمهوره حماه، فالنادي الاهلي جمهوره حماه، وباكد تاني ان دي بتبقى مسؤوليه، خلي بالك يعني دي طبعا في نفس الوقت مسؤوليه كبيره جدا، لان جمهور النادي الاهلي عنده ثقافه واحده بس هي ثقافه الفوز. دائما فرق النادي الاهلي او اجيال النادي الاهلي المتلاحقه معوده جمهور النادي الاهلي ان هو على طول رفع راسه وعلى طول بيفوز،
فنتمنى نكون عند حسن ظنهم. في الفتره الاخيره نسمع في كلامك ان ان مع انضمام الصفقات اللي تم التعاقد معاه في يناير الامور ماشيه في اتجاه احسن الحمد لله. تاهلنا من دوري المجموعات لكن لسه ما عملناش حاجه. ايضا الدوري ماشيين فيه بخطوات الحمد لله جيده لكن لسه برضه ما عملناش حاجه. لازم المشاهدين طبعا من خلالك انا بنتهز الفرصه، احنا عارفين كويس قوي ان احنا كجمهور كجهاز فني النادي الاهلي او حتى يعني حتى جمهور النادي الاهلي احنا بنقيم على الفوز بالبطولات فقط لا غير، يعني بالظبط كده ده هدف النادي الاهلي. معلش يا كابتن انا هقطعك في النقطه دي، يا جماعه هو ده فكر النادي الاهلي، هو ده الناس بتفكر في كده. يعني احنا انا كنت هقول للكابتن يوسف بصراحه عملتوا ماتش حلو وكذا وكذا، قال لك يا جماعه يعني ده الطبيعي، هو ده اللي بيحصل على فكره. يعني انا بقالي مثلا شهر ما كلمتش كابتن محمد يوسف، ما اعرفش اي حاجه. يعني احنا دايما لان ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي ان لما توصل لدور الثمانيه برضه لما تتاهل ان شاء الله لدور الاربعه ولما تتاهل للمباراه النهائيه كل ده طبيعي يا جماعه، ومش بنقول كده مجرد كلام ولا حاجه. اتفضل يا كابتن محمد. هو يعني طبيعه النادي الاهلي وطبيعه الثقافه في النادي الاهلي فرضت كده. فيعني انت لو سالت او عموما بتسال مثلا كم مره وصلنا نهائي كاس، كم مره وصلنا نهائي افريقيا، مش هتلاقي الجمهور قوي حافظ قد ما حافظ الفوز، عدد مرات فوزك بالدوري، عدد مرات فوزك بالكاس، عدد مرات فوزك بالسوبر، عدد مرات فوزك بافريقيا، عدد مرات وهكذا. فنتمنى كرة فيها كل حاجة، وكرة مليئة بالمفاجآت، كرة بتدي اللي بيديها. فنتمنى إن شاء الله إن احنا الفترة الجاية دي نشتغل كويس جدا. عندنا مباراة يوم 30 مع نادي طيب. الزمالك. أهم الاستعدادات بقى لهذه المباراة يا كابتن محمد، لأنها يعني بالفعل مباراة مهمة جدا، ولكن في النهاية هي مباراة تقبل الفوز والتعادل والهزيمة. طبعا أي مباراة أنت داخلها يعني فيها الاحتمالات، كرة القدم زي ما بقول لك مليئة بالأسرار والمفاجآت. أنا مش مع أنا يعني برضو أنا عايز أقول حاجة، لأن برضو كنت سمعت وأنا ماشي كده في الراديو من خلال أكتر من برنامج في العربية إن بيتقال إيه النادي أو الفريق اللي هيفوز بهذه المباراة هو اللي هيفوز بالدوري. أنا لسه قايل نفس الكلام ده مظبوط، اللي هو لا لسه مش حقيقي. لأن أنت بعد هذه المباراة النادي الأهلي والنادي الزمالك أنت في على الأقل يعني مش هقول لك 30 نقطة، عندك على الأقل بتتكلم مثلا في 25، من 25 ل 30 نقطة لسه في الملعب ولسه في شغل. فأنا طبعا المباراة مهمة، مهمة لأنها ديربي، مهمة لأنها جاية النقاط فيه بقى قريب جدا، جاية في أحداث كتيرة. لكن الدوري هيعلن او يعني يعلن البطل الفائز بتاعه لما فرق النقاط يعدي عدد المباريات. مظبوط. سواء لاي فريق بقى، سواء الاهلي هو المتقدم، سواء الزمالك هو المتقدم، ايا كان. فاحنا طبعا استعداداتنا هنبدا بكره بعد فتره راحه ثلاث ايام، خدنا يوم الاحد والاثنين والثلاث النهارده وهنبدا بكره ان شاء الله. يعني انتوا بقى لكم ثلاث ايام راحه يا كابتن يوسف؟ امال انت صوتك تعبان، انا حاسس ان انت تعبان شويه ولا حاجه. لا مش تعبان ولا حاجه، انا موطي صوتي بس عشان احنا خدنا لعبنا السبت مع شباب الثوره وخدنا الحد والاثنين والثلاث، وان شاء الله بكره الاربع بقى نبدا نواصل او نبدا الاعداد ان شاء الله لمباراه الزمالك. وزي ما انت عارف طبعا القرعه بكره ان شاء الله. بكره ان شاء الله. استعداداتنا هيتخلل طبعا الفتره دي اكيد مباراه وديه، انت عارف طبعا ان احنا عندنا مجموعه في المنتخب الاولمبي وعندنا مجموعه في المنتخب الاول. مظبوط. وعندنا علي معلول منضم لمنتخب تونس، ف العناصر دي كلها هتبقى في غايبه عن الاستعدادات او المرحله الاولى، بعد كده هينضموا لنا بقى فور انتهوا من المباريات ان شاء الله. طيب ان شاء الله بكره التمرين، هل في مباريات وديه قادمه؟ هل في اي شيء خلال الفتره اللي جايه ولا لسه؟ في مباراه ان شاء الله تقام، لكن هتحدد فيما بعد ميعادها بالضبط لسه لم يتم يعني تحديد الميعاد ولا الطرف الاخر. ولا الطرف. طيب بكره ان شاء الله في قرعه كابتن محمد، يعني ثلاث فرق سان داونز
وحورية الغيني وشباب قسنطينة الجزائري. تفضل ايه ولا شايف ايه القرعه دي بكره ان شاء الله؟ والله يا اسلام بص عشان اكون صريح معاك، انت بتصعد من دوري المجموعات، ف يعني زي ما احنا اتكلمنا في بدايه كلامنا، احنا كنادي اهلي باصين على المرحله كلها، يعني انت قطعت شوط بس طبعا نسبته قليله بالنسبه لبطوله افريقيا، مشوار بطوله افريقيا كبير، فانت عندك دوري المجموعات بيمثل انا شايف 30% او 40% من مشوار البطوله، لكن ال 60% او 70% هم الجايين دور الثمانيه والاربعه والنهائي. بتلعب ست مباريات، انا شايف طبعا ان كل دور بيبقى اقوى من اللي قبله. فانا بالنسبه لي يعني عايز اقول ان انا الثلاث فرق على مسافه واحده بالنسبه لنا. ليه؟ لان انت لو رجعت هتلاقي ان البطولات دائما بتلاقي دور الثمانيه بيصعد دائما كل سنه من الاربع مجاميع، بتبص تلاقي فريق غير متوقع مظبوط بيصعد من مجموعته وممكن كمان يعدي دور الثمانيه وممكن يخش فاينل سيمي فاينل. نعم. ودي كانت يمكن لو انا اديتك مثال على اخر بطوله اول اغسطس، فريق مش مرشح، يعني فريق ما كانش من الفرق اللي بتتحط او بتترشح ان هو يخش السيمي فاينل مثلا، وهتلاقيه ان هو خرج من الترجي في قبل النهائي، وكمان يعني بالعافية المباراة شابت أقوال كتيرة وشابها أفعال كتيرة. المهم يعني فأنا بحترم الثلاث فرق، أي فريق هتجيبه القرعة أمامنا هنتعامل معاه بجدية وهندرسه من خلال الدوري المجموعات مبارياته الست مباريات اللي لعبهم في دوري المجموعات. لكن صدقني الثلاثه على مسافه واحده، سان داونز فريق كبير جدا في افريقيا وفريق طبعا عنده خبرات في البطولات الافريقيه. حريه كوناكري لعبناه السنه اللي فاتت وقدرنا ان احنا يعني نجتازه او نفوز ونتاهل للدور اللي بعده، برضه فريق عنيد جدا في ملعبه. مظبوط عنيد جدا في ملعبه في كوناكري، وطبعا شباب قسنطينه فريق من الفرق المميزه في الدوري الجزائري كلنا عارفين الكره. هو ملعبهم يا كابتن نجيل طبيعي ولا صناعي؟ اعتقد صناعي. ها شباب قسنطينه؟ شباب قسنطينه اعتقد بس مش بشكل مؤكد يعني. قولوا لي يا شباب هو صناعي ولا طبيعي؟ وانا عارف ان 90% من الجزائر باستثناء ملعب او ملاعبها كلها نجيل صناعي. لكن يعني انت وارد جدا طبعا في مشوارك في بطوله افريقيا، لا يعني ما يفرقش معاك ملعب صناعي نجيلي، يعني هل صناعي او طبيعي يعني؟ بص يا اسلام، هو انت بتقابل صعوبات في بطوله افريقيا، خلينا نتكلم طبعا منها ان ممكن تقابل ملعب مش كويس، ممكن تقابل سفريه متعبه شويه، خط سير الطياره طبعا متعب شويه، ممكن تقابل فريق مثلا عنده البلد او العاصمه اللي بنلعب فيها مثلا فيها رطوبه عاليه هتلاقيها على المحيط، ف يعني انت بتقابل صعوبات و بعض المغامرات في افريقيا واحنا اتعودنا عليها خلاص. بتقابل اوقات بتلعب فرق مثلا بتلعب الساعه 3 او 4 العصر، مظبوط الجو حر جدا عندهم، بتقابل فرق ممكن يبقى بتلعب في ارتفاع فوق سطح البحر ب 1200 و1500 و2000 كمان متر، فده برضه بيعمل صعوبات في التنفس يعني في صعوبات كتيره منها برضه الملعب. فاللي انا عايز اقوله ان احنا خلينا ننتظر، مش فارقه نحترم اي فريق نحترم اي فريق، لكن احنا بنعيش مرحله، اهم حاجه دور الثمانيه، ان انت يبقى هدفك مباراه، لان طبعا بتختلف عن دوري المجموعات بقى في التكتيك وفي الفكر بتاعك وتجهيزك للفرقه، انت بتلعب مباراتين واحدة بره ملعبك وواحدة جوه ملعبك، المباراتين دول هم دول اللي بيحددوا. هو بالمناسبة نجيل طبيعي يا كابتن شباب قسنطينة، لأنه بعض الأصدقاء الحقيقة دايما على الفيسبوك بيبعتوا لي قالوا لي إن هو نجيل طبيعي ويتسع ل 40,000 متفرج، ومحمود سعيد برضو قال لي إن هو نجيل طبيعي وقال لي طبيعي كويس كمان يعني. يعني هو اللي أنا عايز أقوله إن معظم الملاعب في الجزائر نجيل صناعي، عشان كده إحنا ممكن نكون أنا وأنت توقعنا هو يبقى نجيل صناعي، لكن في النهايه نتعامل مع الموقف، ولاعبتنا عندها خبرات برضو حتى الاداء على نجيل صناعي، احنا لعبنا مع فيتا كلوب على نجيل صناعي، ولعبنا مع شبيبه الثوره المباراه في دوري المجموعات على نجيل صناعي،
عندنا الحمد لله خبرات كويسه يعني. كابتن محمد، موقف المصابين ايه؟ والله احنا موقف المصابين عندنا لو انت بتتكلم يعني وليد سليمان مثلا، محمد نجيب انضم خلاص للتدريبات الجماعيه قبل ماتش كبير اللي هو بتاع شبيبه الثوره. وليد سليمان ان شاء الله هينضم لنا. عندك حمدي فتحي كمان متوقع انه ينضم لنا الايام دي يعني، ولا بعد مباراه الزمالك؟ لا يعني طبعا خلينا نعمل بقى ايه، نعمل ابديت كده مع الدكتور خالد. لان الثلاث ايام اجازه برضو لسه شويه. يعني هنعمل كده نشوف بقى تقييم كل الحالات الاصابه. وصلوا لايه، لان انت عارف احنا سافرنا قبل المباراه بيومين. وفي طبعا بعض المصابين اشتغلوا في فتره الراحه. دي طبعا هناخد بقى تقييم من الدكتور خالد، بس يعني معظمهم ان شاء الله قريب قوي خلال هيكونوا متواجدين. انما عاشور معانا، عندك صلاح محسن كان معانا في المباراه اللي فاتت. خلاص عاشور، حسام عاشور الحمد لله ادى بشكل كويس. يمكن ايمن اشرف كان واخد كدمه في ظهره في المباراه اللي فاتت. ان شاء الله هنشوف بكره نقف على حالته ايه، يعني الموضوع قريب ان شاء الله كله يعني. كابتن يوسف، الماتشات اللي جايه يعني زمالك، اتحاد، مصر المقاصه، بيراميدز، كلها مباريات صعبه جدا جدا جدا. بيتم الاعداد ليها من دلوقتي ولا كل مباراه على حده؟ لا طبعا انت اي مباراه عندك صعبه، اي مباراه في الكام شهر الجايين دول هي صعبه، لان انت عارف مباراتك اللي هتلعبها ايه، في بطوله افريقيا يا مباريات دوري، وطبعا انت عارف الوضع سواء في البطوله دي او البطوله دي. لكن احنا عاده، وده الحاجة اللي احنا كنادي اهلي بنشتغل عليها على طول، ان احنا بناخد مرحلة مرحلة، مباراة مباراة، يعني كل خطوة لوحدها بنفكر فيها، وبعد ما نخلصها بنبدأ نقفل الملف بتاعها ونفكر في الخطوة اللي بعدها، لأن كل مباراة ليها قصة مختلفة وليها سيناريو مختلف، وليك أنت بتطلع من المباراة عندك مستجدات سواء من الإصابات سواء من الإيقافات سواء من تدوير لاعبين، فانت كل مباراه بيبقى ليها استراتيجيه مختلفه يعني. فاحنا طبعا كل تركيزنا حاليا ان شاء الله لاعبتنا بتوع المنتخب يرجعوا لنا بالسلامه بعد اداء مباراتهم مع النيجر والمباراه الوديه، ايضا لاعبي المنتخب الاولمبي يرجعوا بالسلامه ان شاء الله من معسكر اسبانيا، ينضموا للمجموعه اللي احنا هتشتغل معانا من بكره، وكل تركيزنا هو مباراه الزمالك. شريف اكرامي ايضا نسيت برضو بالمناسبه ان شريف اكرامي من ضمن الناس المصابين، شغال برضو فترات، بيعمل تقريبا بعض الايام بيشتغل فيها فترتين عشان يبدا يخش التدريبات مع كابتن طارق سليمان. فنتمنى ان شاء الله ان احنا ال 12 يوم الجايين دول نجهز فيهم بشكل كويس قوي، على اساس ان نبقى يوم 30 في مباراه الزمالك نكون جاهزين فنيا وبدنيا ونفسيا وكل النواحي. طيب اخيرا سؤال لكابتن محمد يوسف، مؤمن زكريا هل بالفعل جاله عرض من فنلندا ولا لسه برضه بكره يبان؟ والله يا اسلام، موضوع مؤمن هتلاقي الـ 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 كل التفاسير او يعني مع كابتن سيد؟ مع كابتن سيد. يعني انت عارف طبعا دي حاجات اداريه، حاجات كلها اداريه كلها، مظبوط. استاذ حفيظ هو اللي بيتولاها. هتلاقي طبعا المستجدات بتاعته كلها مع كابتن سيد عمر. اخيرا يا كابتن محمد، رساله لو حضرتك عايز تقول اي رساله لجمهور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. لا انا طبعا بقول لهم طبعا انتوا دايما في ظهر الفريق ودايما في ظهر النادي، ودايما يعني بتدعموا وبتشجعوا، وجمهورنا الواحد بيفخر، ومش ده مش كلام يعني، عشان انا لعبت في الاهلي او انا مدرب في الاهلي، انت لعبت يا اسلام في اكتر من نادي بعد الاهلي، انا لعبت برضو واحترفت بره ورجعت لعبت برضو في امبي. النادي الاهلي والواحد مش بيقول كده عشان انا دلوقتي مدرب في النادي الاهلي، لا انا بقول الكلام ده حتى لو انا بره، جمهور النادي الاهلي طعمه مختلف، جمهور النادي الاهلي مسؤوليه. جمهور النادي الاهلي على قد ما انت بتكسب وبيدعمك وبيساندك لما بيحصل نتائج ما بتبقاش على المستوى اللي يرضي طموحه، ايضا بتلاقيه يعني بيبقى مشتاق وبيبقى عايز الفريق يرجع تاني للمستوى اللي هو متعود عليه وبيرجع للنتائج اللي هو متعود عليه. فانا بقول لهم رساله ان شاء الله هتلاقوا الفريق عند حسن ظنكم،
ان شاء الله نفرحكم، ان شاء الله الموسم ده ان شاء الله يكون فوز بالبطولات سواء على مستوى الدوري او افريقي او حتى اذا في سوبر محلي او سوبر افريقي، وان شاء الله يبقوا هم في ظهرنا على طول. بناشد طبعا المسؤولين في الدوله ان ما يحرموش النادي الاهلي من جمهوره، كلنا شفنا المباراه اللي فاتت لما الجمهور جه كان حاجه جميله جدا، واحنا داخلين على امم افريقيا في يونيو، فلا بد ان احنا يعني نرسل رساله قويه جدا لافريقيا كلها ان النادي الاهلي ونادي الزمالك بيلعبوا بجمهورهم، ويعني الاجواء جميله، الدنيا عاديه خالص، دي هتفرق معانا جدا في امم افريقيا القادمه يعني. ان شاء الله نتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا كابتن محمد، شكرا جزيلا على هذه المداخله. كابتن محمد يوسف مدرب عام النادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك كابتن محمد. انا الحقيقه بفتح من الصبح السؤال اللي حضرات اللي احنا حاطينه لحضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك. تخيلوا حضراتكم ان احنا في الربع ساعه دي تقريبا وصلنا 38000 او داخلين على 38000 37000 ونص، يعني ابعتوا لنا اكتر برضو يا جماعه علشان كل التعليقات بتاعت حضراتكم دي هتبقى موجوده، وان شاء الله هنختار منها 10 متسابقين توقعوا من هو الطرف الثاني ضد النادي الاهلي في مباراته القادمه في دور الثمانيه، وده اللي هيبان بكره ان شاء الله. عموما دي كانت يعني مقدمه. هنتكلم النهارده عن ايه؟ هنتكلم عن اشياء فنيه كثيره جدا في عن المنتخب، هنتكلم اكتر النهارده عن القرعه بكره ان شاء الله، عن التلات فرق اللي هيلعبوا او من المفترض ان هنلعب اي فريق منهم. هنتكلم مع كابتننا الكبار النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه، ونجم الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد، ونجم الكبير الكابتن ماهر همام، ان شاء الله هيكونوا معانا. بس هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في حلقه اليوم من ملعب الاهلي النجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. ازيك يا كابتن؟ مشرف ومنور. اخبار حضرتك؟ الماتش اللي فات من 3 ايام الله يبارك فيك. خلاص ده احنا داخلين على ماتش الود ان شاء الله. ما هو ما جالاش حاجه، هنفضل مبروك على طول طبعا. يا رب نفضل مبروك على طول ان شاء الله. ايضا النجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك كابتن اسلام، منورنا حبيبي. منورنا حبيبي النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك يا كابتن؟ اهلا اسلام، اهلا بيك. حضرتك ايه؟ ربنا يخليك يا حبيبي. كله تمام؟ وحشنا حبيبي. الحمد لله، الله يخليك يا كابتن. كابتن عادل، النهارده هنتكلم اكتر لان احنا ان شاء الله ابتداء من يوم السبت نبقى هنتكلم طبعا عن النادي الاهلي كالعاده، ولكن النهارده الحقيقه عايزين نتكلم اكتر عن المنتخب، منتخب مصر. ايه راي حضرتك في قائمه المنتخب واختيارات اجري في قائمته في الفتره الاخيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا انت سالتني السؤال ده قبل كده على فكره لما عملوا القائمه. مظبوط. وكان لنا وجهه نظر ان في ولاد صغيرين واعدين جدا ولاعيبه ممتازين جدا وهو واخدهم، ولكن في كنت فاكر ان حضرتك بتقول ان ما كان في حضرتك كمل بقى وخلاص. يعني كان في يعني كان في مثلا اكتر من اسم لسه ولاد لسه صاعدين، زي مثلا عمار، زي فتوح، زي اكتر من اسم. ولاد دول ممتازين جدا. حضرتك اثنيت على هذا الاختيار؟ لا، انا بقول ان دول كان لسه شويه في عناصر اخرى كان ممكن ان احنا فانا فوجئت ان بعض الزملاء او الابناء يعني بيقولوا انه احنا كده بنحبط الولاد. نعم. مش انا يعني، كل الاصوات اللي نادت يعني بنحبط الولاد ان هم اتاخدوا المنتخب واحنا بنعارض. احنا ما بنعارضش، لكن احنا بنقول دايما هناك لأي عمل هناك معايير. مظبوط. أي وظيفة بيحطوا لها معايير. أنا كلاعب هلعب منتخب في معايير بتتحط. المعايير اللي أنا بحطها ديت علشان لاعب يلعب منتخب مصر، المعايير دي بتبقى موجودة عندي وبعدين بروح مطبقها على سين من الناس. المعايير دي موجودة عند فلان، فلان ده يبقى في منتخب مصر. المعايير دي هل دي موجودة؟ المفروض إن أنا لعيب عشان يوصل لمنتخب مصر لازم يكون تدرج ما بين منتخب ناشئين، منتخب شباب، منتخب اولمبي، ثم الصعود للفريق الاول. يبقى لعب له 50 60 ماتش دولي، انما ما جابوش من نادي لسه ما فيهوش خبرات لا افريقيه ولا دوليه ولا حاجه خالص، وبعدين اروح حاطه في معترك
زي بالظبط كده لما نشبهه للناس في البيوت، بجيب واحد لعيبه بوكس مع بطل عالم، يحصل له ايه؟ يحصل له نوع من الصدمه. فانا دايما دايما واحنا بنحط حاجه ما بنفصلش علشان نبقى ضد او مع، لا احنا منتخب مصر، نظرك الفنيه منتخب مصر انا بحط له معايير، اللي بيوصل لمنتخب مصر لازم يكون مر على هذه المراحل. نعم. اختياراته انا عايز اجد له الحقيقه مبرر. هو دلوقتي عندك ماتشين، الماتشين اللي جايين يا كابتن اسلام في نيجر وفي نيجيريا، واحد رسمي وواحد ودي. واحد رسمي وواحد ودي. انا داخل على افريقيا بعد كمان شهرين ونص، المفروض الماتشين دول يبقى انا واخد العناصر اللي هي هلعب بيها افريقيه، العناصر دي تبقى موجوده معايا، بحيث ان الماتشين دول يبقوا نوع من انواع التحضير والانسجام للعناصر الاساسيه اللي انا هلعب بيها. لان انا خلاص الوقت في الكوره قليل جدا، شهرين في الكوره دي يعني ولا حاجه. نعم. هتحسبها بالساعات والدقائق ولا حاجه. احتمال ماتش النيجر هو واخد العناصر الصغيره ديت، بحيث انها لو قعدت، انا عايز الاقي له مبرر يعني، ان العناصر دي واخدها بحيث ان هو لو حد مشي منهم ما يزعلش وما يبقاش حد كبير مشي. او ان هو يعني لو قعد احتياطي وما لعبش ما يبقاش فيه نوع من التذمر او الاخر. انا عايز بقول ان ده يمكن يكون مبرر للراجل في الحته دي، ان عمار لما يقعد مثلا احتياطي او فتوح او اي حد من الولاد الصغيرين الموجودين، لما احطه احتياطي ده مش هيزعل. لا، الكلام ده مش كده، مش في الكوره. الكوره فيها معيار، والمعيار ده طبعا لازم يبقى موجود. بنتمنى المنتخب، احنا لا نفرض راينا على حد، لكن احنا بنقول علشان الناس لما تيجي تقول لنا انت ما قلتش ليه، بنقول المنتخب مصر يا اخوانا مش اي حد يلعب شوط ولا شوطين او دور اول او موسم كامل وراح واخده منتخب مصر مره واحده من غير ما يكون عنده خبرات دوليه. اسم مصر كبير جدا، وبالتالي المعيار للمنتخب لازم يبقى ليه اصول وليه، من غير كابتن وليد ما يزعل عشان عمار ده لاعب في النادي الاهلي وابننا وكلنا بنشيد بادائه، لكن انت مستعجل على الطبخه ممكن جدا انها يبقى فيها نوع من انواع الاستعجال. ممكن عمار بعد سنه اثنين ثلاثه راح منتخب اولمبي، السنه الجايه اللي بعديها يبقى منتخب مصر. تمام. كابتن ابراهيم، ايه راي حضرتك في قائمه المنتخب؟ انا بس هبتدي بحاجه ثانيه غير المنتخب. انا طبعا ببارك لنادي الزمالك التفوق في الكونفدراليه واحرازه المركز الاول، وببارك طبعا للنادي الاهلي اولا بالمستوى الممتاز اللي ظهر بيه في المباراه النهائيه، وكلنا كنا ثقه، ويمكن قناه الاهلي كان كلها ثقه ان احنا هنعدي الماتش ده ان شاء الله باذن الله هنحرز المركز الاول، بس باداء وبنتيجه حاجه ما شاء الله جميله. فبروك النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله في دوري المجموعات ان شاء الله باذن الله يوفق ويطلع برضه المركز الاول، بغض النظر عن اي فرقه هيقابلها. احنا البطل ما بيدورش على الفرقه، البطل بيدور على انه يكسب البطوله، فاي فرقه هيقابلها ان شاء الله باذن الله هيكون جدير ان شاء الله انه يكسب بيها. انا ليا وجهه نظر برضه في 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 حته الاختيارات. انا شايف ان المدرب بيبص في اتجاهين، واخد عناصر صغيره على اساس ان هو بيبص لكاس العالم، تصفيات كاس العالم، وان اللعيبه الصغيره اللي هياخدها دي لما تاخد الخبره الافريقيه مع المنتخب وخبره الاحتكاكات مع المنتخب، في خلال سنتين هيكتسبوا الخبرات مع الاحتكاك بمدارس مختلفه. ممكن الولاد دي زي عمار اللي بيتكلم عليه الكابتن عادل، اولا عنصر مباشر جدا، ظهر بصوره جيده جدا مع نادي الاتحاد السكندري، ووجوده مع الاتحاد السكندري فرق معاه جدا جدا جدا، سواء في شكل الاتحاد او في النتائج، عنصر مؤثر جدا في نتائج الاتحاد في الفتره الاخيره. وبالتالي كان لازم ياخد حافز انه ينضم للمنتخب على اساس ياخد الخبره بقى الدوليه وهو في السن الصغيره دي، بحيث نقدر نستفيد فيه بتصفيات كاس العالم. لان الراجل بيبص على المدى البعيد، ممكن تبص في اكتر من حاجه، ان انت بتبص على المدى المتوسط وبتبص على المدى البعيد. عندك الدوري الافريقيه ممكن تاخد فيها اللعيبه الكبار اللي هي فيها المقومات البدنيه والشخصيه والفنيه انها تساعدك في افريقيا، انما لازم يبقى في عناصر تدي لها الفرصه انها تاخد برضو الاحتكاكات الدوليه والتدريب على مستوى جيد مع مدرب المنتخب، انه ياخد الاحتكاكات دي بحيث تقدر تستفيد بيه في تصفيات كاس العالم، وخصوصا ان كل العناصر الصغيره اللي واخدها
كلها عناصر مبشرة جدا وجيدة جدا وفرقة مع النوادي بتاعتها. يعني محمد هاني مستواه الفترة الأخيرة حاجة أكثر من رائعة الحقيقة. بيعتمد عليه النادي الأهلي اعتماد كلي دلوقتي في الاختراقات الجانبية. عمار فارق جدا مع الاتحاد السكندري في المستوى وفي الشكل في المباراة النهائية، وبالتالي ليهم الحق انهم برضو يحتكوا احتكاك قوي. فانا ببص على المدى الطويل ان انا استفيد بالعناصر دي في تصفيات كاس العالم. الاحتكاكات اللي هياخدوها هتساعدنا ان شاء الله باذن الله، لان برضو في عناصر كبيره دلوقتي على مستوى جيد جدا ما خدهاش، لانها لما نوصل لتصفيات كاس العالم هيبقى السن هيبقى اكبر شويه مش هيقدر يستفيد بيهم. فهو انا شايف ان هو نظرته جيده جدا في القصه دي، انه واخد عناصر صغيره انه بيكسبها الاحتكاك و هتستفيد بيها في عناصر في تصفيات كاس العالم. فانا شايف ان الراجل بيبص بنظره جيده على الولاد دي واختياراته، انا شايف انها جيده على كل الخطوط سواء الدفاعيه او الوسط او الهجوم يعني. تمام. قبل بس ما اروح للكابتن ماهر يا جماعه، حضراتكم كاتبين يعني في اقل من 20 دقيقه 1000 تعليق على الفيديو بتاع اللي حاطينه على قناه النادي الاهلي فيما يتعلق بكواليس المسابقه. حضراتكم اللي كاتبينه هنا مش هيتحسب، ما بنبصش للفيديوهات. احنا حضراتكم فوق في اول الصفحه خالص في شاركونا مع ملعب الاهلي واكسب تي شيرت توقع الطرف الثاني لمباراه النادي الاهلي في ربع النهائي، هو ده اللي هناخد منه التعليقات اللي هو وصل تقريبا دلوقتي 40,000، داخلين في 40,000. هو ده اللي صورته امام حضراتكم. اي حد بيكتب تعليق على فيديو او حاجه او كده للاسف الشديد يعني هيبقى خارج المسابقه. المسابقه زي ما قلت لحضراتكم امام حضراتكم اهو، ده هتلاقوا البوستر ده موجود على بوست كده مكتوب فيه مره تانية انا اسف شاركونا مع ملعب الاهلي واكسب تي شيرت توقع الطرف الثاني لمباراه النادي الاهلي القادمه في ربع النهائي. غدا ان شاء الله في تمام الساعه 7 سيتوقف التصويت تماما، بعد الساعه 7 لن يتم قبول اي تعليق على هذا البوست. اي حاجه بقى بتتكتب تانية على بوستات تانية او على فيديوهات حضراتكم دي احنا ما بنبصلهاش، لان الاختيار هيتم من هذا البوست. طيب كابتن ماهر، يعني المنتخب ما بين ان هو بيفكر للامام في المستقبل خلال الفتره القادمه، وان في ناس تقول لك لا انا المرحله دي انا محتاج احمد علي، المرحله دي انا محتاج خالد قمر، المرحله دي انا محتاج فلان، المرحله دي انا محتاج علان. لكن انا كمدير فني للمنتخب ببص زي ما الكابتن ابراهيم قال للمستقبل القريب او البعيد حتى في تصفيات كاس العالم. وبالتالي حضرتك مع انهي فكره؟ مع ان انا العب دلوقتي بالمجموعه اللي موجوده قدامي اللي هم اللي انا شايفهم متميزين وكويسين، ولا مع ان انا اخد مجموعه ممكن نستفيد منها بعد كده فبديها خبرات من دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا عايزين نهاني طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك على وصولهم لدور المجموعات، نتمنى نشوف سوبر افريقي الحقيقه، ودي حاجه يمكن اول مره بيوصلوا لدور المجموعات كاول يعني في مجموعتهم. نعم. النقطه الثانيه يا اسلام، بالنسبه لمنتخب مصر يمكن كابتن عادل اشاد في الاول ان مفيش وقت، كاس الامم الافريقيه قريب، الكابتن ابراهيم قال ان لازم يبقى يعني دعم للصغار مع الكبار مع الخبرات. عايز اقول لك ان طبعا اولا بنحيي الراجل اجيري على مهمته اللي هو بيتولاها لمنتخب مصر. واضح قوي ان في تركيز واضح جدا هو وجهازه الفني من خلال الدوري العام اللي السنه دي بنعتبره من اقوى الدوريات اللي موجوده في تاريخ الكره المصريه. مظبوط. اختياراته كلها يمكن كانت نتاج ان الناس دي كانت افضل اللعيبه اللي موجوده في الاسابيع يمكن السبعه الاخر اللي من بدايه الدور الثاني. وده حاجه بتحسب للراجل وبيشكر عليها، ان هو بيدي حافز للاعبين ان منتخب مصر مفتوح لكل من يجتهد وكل من يثبت وجوده من خلاله اداؤه اذا كان الدفاعي او الهجومي، ان هو يقدر يضمه لمنتخب مصر. وبناء عليه هو اختار مجموعه من الانديه يمكن فيها الاهلي والزمالك وفيها بيراميدز وفيها الاتحاد، ويعني مع المحترفين اللي في الخارج والاسماعيلي والداخليه، وده يعني يمكن جديد على منتخبنا. يمكن كان بيبقى محصور بين الاهلي والزمالك قطبي الكره المصريه بالنسبه للمحليين،
وبعض المحترفين يمكن حوالي 15 لعيب محترف او 17 لعيب محترف، ويمكن حوالي 12 او 13 من اللعيبه المحليين معظمهم كان من النادي الاهلي والنادي الزمالك. النهارده الراجل بصراحه عامل توليفه بشكل كبير جدا، وبيدي اللعيبه اللي هي بتجتهد من خلال الدوري العام في الاسابيع الاخيره، وده حافز قوي جدا للعبتنا ان باب المنتخب مفتوح لكل من يجتهد. لكن عايز اقول لك يا اسلام، في الاول والاخر هو عنده قوام اساسي 25 لعيب موجودين هو حاططه في دماغه، وال 25 لعيب دول هو قدروا طريقه لعبه وخطته واسلوبه خلال الفتره اللي فاتت ان هم يهضموها بشكل جيد. هيبقى التركيز عليهم خلال فتره مباراه النيجر وبعدين مباراه نيجيريا اللي هي المباراه الحبيه، اضافه لبعض النجوم الصغار اللي هم بظهروا بصوره جيده، زي ما يمكن ضربنا مثل بعمار. نعم. عايز اقول لك ان المجموعه دي موجوده مع كابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي. عندهم برضك بطولات، وعندهم يمكن معسكر في اسبانيا هيلعبوا ضد امريكا وضد هولندا، فاللعيبه دي اوريدي مع كابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي. والراجل كمان عامل تنسيق بينه وبين المنتخب الاولمبي بشكل كبير جدا مع كابتن شوقي غريب، وهو كمان عارف اللعيبه المميزه اللي موجوده في المنتخب الاولمبي. لكن هو دلوقتي بيركز في الاستراتيجيه الموجوده الحاليه، هي كاس الامم الافريقيه. بالنسبه لكاس العالم هيبقى في كلام تاني، يقدر يبقى تطعيم لبعض العناصر ديت مع الخبرات اللي موجوده، يقدر يكمل من خلالها المشوار القادم. لكن هو بيركز على المباراتين اللي جايين، النيجر وبعدين مباراه نيجيريا، وبعدين كاس الامم الافريقيه. هيبقى قوام المنتخب معظمه من القوام الاساسي، يعني الاسماء دي اللي احنا بدات نتكلم عنها وبدات اختارها المستر اجيري، معظمها مش هيبقى موجود في كاس الامم الافريقيه. المعظم الاكبر هيبقى اللعيبه الخبره الموجودين في الخارج المحترفين حوالي 15 16 لعيب، مع التدعيم بقى العناصر اللي انا كلمتك عليها، قلت لك يمكن معظمها هيبقى من الاهلي والزمالك، ويمكن عنصر او اثنين من الاسماعيلي واخد بالك والداخليه او بيراميدز. فهيبقى هذا التشكيل هو الانسب لمستر اجيري خلال هذه الفتره. تمام، هنكمل كلامنا عن منتخبنا الوطني، ولكن نطلع نشوف تقرير عن اهم استعدادات المنتخب الوطني لرحلته القادمه للنيجر ولنيجيريا. على قدم وساق يواصل المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني استعداداته لمباراته مع منتخب النيجر المقرر لها يوم 23 من مارس الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية. يرغب أجيري في تحقيق الاستفادة الكاملة من لقاء النيجر بتجربة عدد من الوجوه الجديدة التي تشارك لأول مرة مع الفراعنة، وتبحث عن فرصة حقيقية لاستثمار غياب العناصر الأساسية. هو الأمر الذي فتح الباب أمام منح الفرصة للصاعدين في بعض المراكز. معسكر المنتخب المقام حاليا في منطقة برج العرب بمدينة الأسكندرية يشهد وجود العديد من العناصر الجديدة والشابة، في ظل رغبة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أجيري ومعاونيه بالنزول بالأعمار السنية للاعب المنتخب في الفترة المقبلة، وتكوين منتخب قادر على العطاء لسنوات قادمة. حرص الجهاز الفني للفراعنة على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم بالتركيز الشديد خلال المرحلة الحالية وتقديم أقصى ما لديهم للحصول على ثقة الجهاز الفني، خاصة أن الفرصة مفتوحة أمام الجميع لنيل شرف تمثيل المنتخب في نهائيات كأس الأمم المقبلة والتي تستضيفها مصر في الفترة من يونيو وحتى يوليو 2019. رفض أجيري التقليل من أهمية مباراة الفراعنة أمام النيجر في التصفيات ثم اللقاء الودي أمام نيجيريا، خاصة أن نقاط المباراتين ستتم إضافتها لرصيد المنتخب في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم. كما يسعى المدرب المكسيكي خلال مباراة النيجر للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، حيث تولى قيادة الفراعنة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر أغسطس الماضي، وقاد المنتخب في أربع مباريات
حقق خلالها العلامة الكاملة بأربعة انتصارات أمام النيجر ثم إيسواتيني ذهابا وإيابا ثم الفوز التاريخي على تونس. هنكمل بس نسمع الكابتن ابراهيم والكابتن عادل الحقيقه بيتناقشوا يعني خارج الهواء بس احنا مفيش مشكله اتفضل يا كابتن كلامك عادل. القوام الاساسي زي ما قال الكابتن ماهر القوام الاساسي موجود واخد عناصر مكمله موجود مخبيه يعني لا يعني ما هو شوف يا كابتن انا ما عنديش رفاهيه الماتشات الدوليه انا عندي ماتشين جايين وبعدين ماتشات دوليه ثانيه امتى ما عنديش. طيب خلينا ناخد الكابتن هاني رمزي المدرب العام لمنتخبنا الوطني. يا كابتن هاني ازي حضرتك؟ اهلا مساء الخير يا اسلام. طبعا مساء الفل الكباتن كلهم منورين. اهلا بيك. اهلا بيك يا هاني. اهلا بيك يا هاني منور وبالتوفيق ان شاء الله. كابتن عادل تايمه كابتن ابراهيم عبد الصمد الكابتن ماهر امام طبعا بيسلموا على حضرتك. كابتن كلهم كباتني ومربيني وانا سعيد ان انا اكون موجود معاكم النهارده. ربنا يخليك يا كابتن هاني. يعني كابتن هاني اولا انت وحشني جدا فيعني من روسيا ما تقابلناش بس انا عذرك الحقيقه اليومين دول حبيبي. ربنا ان شاء الله بالتوفيق خلال الفتره اللي جايه وتبقى فتره جيده. انا متاكد ان شاء الله ان مع حضرتك ومع المدير الفني تبقى فتره جيده ان شاء الله. يعني كابتن هاني اولا طمنا على المنتخب وعلى رحله النيجر ونيجيريا. والله احنا يعني بنستعد بشكل كويس. بدانا معسكر من يومين الامور كلها كويسه. يمكن العدد لسه ما كملش كل اللعيبه اللي تم اختيارها يعني 25 لعيب يعني نتيجه الاصابه خرج عامر نتمنى له ان شاء الله التوفيق. في حد هيبقى بديل مكانه يا كابتن ولا لا؟ لا احنا استكفينا لان كمان ان شاء الله جنش هينضم لينا بعد مباراه المقاولين. هم معانا ثلاث حراس يبقى جنش واحمد الشناوي وابو جبل. استكفينا يعني عامر طبعا مقدم موسم جيد جدا و لكن معلش حظه وحش ان شاء الله نتمنى له الشفاء باذن الله. وجاله جزع في الرباط الداخلي للركبه اثناء التمرين. لكن كل الباقي اللعيبه الحمد لله شغالين بشكل كويس قوي ومستنيين انضمام لاعبي نادي الزمالك بعد مباراه المقاولين ان شاء الله. يعني كابتن هاني حضرتك شايف او كيف ترى مباراه النيجر الرسميه في ظل خلاص ان احنا وصلنا الى بطوله الامم الافريقيه خلاص وبالتالي بتبقى اهميتها حتى بالنسبه للشعب كله يعني او للناس اللي بتتفرج على كره القدم بتشوف ان هي خلاص مباراه ليس لها اهميه من وجهه نظرهم يعني. لا ما فيش حاجه ما لهاش اهميه يا اسلام. احنا بنلعب باسم منتخب مصر. اي مباراه بنأديها حتى مباراه وديه او مباراه رسميه اكيد لها اهميه. يعني الاهميه طبعا الاهميه الاولى والكبرى ان احنا الحمد لله وصلنا للتصفيه يعني الادوار النهائيه والبطوله على ارضنا. لكن في اهداف تقدر تقول في اهداف معينه بالظبط. مباراه النيجر مباراه نيجيريا الاهداف دي اولها طبعا ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونكسب. مهم جدا انك تكسب ماتشات بتدي ثقه للجهاز الفني بتدي ثقه للجماهير. ده مهم جدا. الجزء الثاني احنا يمكن وصلنا تقريبا ل 80% من فكرنا بالنسبه للقوام الاساسي. لكن في بعض البدائل اللي احنا بندور عليها. بعض تضمنا اكثر من 10 لعيبه موجودين معانا لاول مره. عايزين نحطهم برضو تحت ضغوط شويه. يعني مباراه النيجر مباراه رسميه. مباراه نيجيريا مباراه كبيره رغم انها مباراه وديه لكن امام فريق قوي جدا. عايزين نحط الاولاد تحت تجربه حقيقيه نشوف المستوى الفني التوافق البدني. العامل الاستثناء النفسي ده مهم جدا. انت عارف يا اسلام احنا بقالنا كتير ما بنلعبش امام جماهير. مظبوط. البطوله اللي جايه قدام جماهيرنا انا عارف الاستاد هيكون متقفل جميع الماتشات. ايوه برضه دي محتاجه متطلبات لشخصيه معينه داخل الملعب. ان احنا نبص هل تتوافر هذه الشخصيات في اللعيبه اللي اخترناها الفتره ديت ولا لا. فكل دي اهداف احنا بندور عليها بجانب طبعا ان احنا زي ما بقول لك يمكن وصلنا ل 80% من القوام الاساسي. بعض البوزيشن بعض الاماكن محتاجين فيها بعض البدائل. ده اللي بنشوفه للفتره اللي جايه. يعني يا كابتن هل من الممكن ان احنا نشوف لعيب لاول مره ينضم للمنتخب النهارده او يعني في هذا المعسكر ونجده في بطوله الامم الافريقيه؟
والله بص، لو اثبت وجوده وحسينا انه عنده شخصيه اللعيب المصري وان هو يقدر يكون موجود، ليه لا؟ يعني هو انا سامع يعني معظم الناس بتتكلم هي اللعيبه اللي جايه دي كلها اكيد مش هيبقى ليها دور الفتره اللي جايه، لكن ليه لا؟ احنا لازم نبص، دي فرصه يعني فرصه مهمه جدا اللي بنحاول ندي الفرص للناس كتير. احنا الحمد لله وصلنا بشكل كويس، وصلنا النهائيات الطول على ارضنا، فشوفنا ان احنا ممكن ندي فرص ونشوف مستواهم زي ما اقول لك على المستوى التكتيكي، المستوى البدني، المستوى حتى شخصيه اللاعب الدولي متوفر فيها ولا لا. لكن وارد ما هقول لك يعني 100%، وده الكلام اللي قاله مستر اجيري في اول اجتماع، قال لهم انا بدي فرصه، ممكن تكون دي الفرصه الاخيره، كل اللي مطلوب منكم انه تؤدي بشكل جيد، تطلع كل اللي جواك، وما وعدتهمش ان انتوا هتكونوا موجودين معايا، لكن اللي هيثبت وجوده واحنا نشوف ان هو ممكن يكون ليه تاثير ايجابي في منتخب مصر من خلال البطوله اكيد هكون موجود. كابتن هاني، محمد صلاح بالنسبه لكل المصري حضرتك تعلم تماما مدى مقداره، ولكن خلال هذه الفتره هل الجهاز الفني فضل المساعده في وجود محمد صلاح في ليفربول في انجلترا، ولا شايفين ان المباراه دي محتاجين ان انتوا تشوفوا فيها عناصر ثانيه زي ما حضرتك قلت؟ لا، هي من ناحيتين يعني هو احنا كلنا طبعا يعني عارفين ان كان صلاح لعيب كبير ومميز وبيلعب مباريات قويه جدا، فقلنا لا نريح صلاح زي حجازي، تعرف البريمير ليج حتى الشامبيونشيب مباريات قويه جدا، وخلاص مش محتاجين نقيم صلاح يعني. طب احنا قلنا في نفس الوقت عايزين نشوف بعض البدايل، يعني لو صلاح مش موجود ممكن يكون مين موجود يؤدي بشكل جيد. مش موجود لاي ظرف، انذارين لا قدر الله، حاجه كده يعني. وارد كره القدم، وارد فيها كل حاجه، المباريات وارد فيها كل حاجه، لا قدر الله اصابه، فلازم نكون احنا مش موضوع صلاح بس، احنا بنحاول نجهز البديل في كل مركز، احنا يعني كل مركز لازم يكون فيه اثنين على مستوى عالي جدا. البطوله قويه، فيها فرق على مستوى عالي جدا، البطوله على ارضنا اكيد في ضغوط هتكون على اللعيبه، في ضغوط على الجهاز الفني، مظبوط. فعشان نخش في قائمه لازم كل لعيب في البوزيشن بتاعه يكون معاه البديل بتاعه كمان في مستواه وعلى قدر المسؤوليه، وده اللي يعني ده اللي بقول لك ان احنا بنحاول الفتره دي نقيم فيها بعض اللعيبه. كابتن هاني، برضو خلينا في محمد صلاح الفتره الاخيره، يعني الناس معتقده ان هو عدم تسجيله معناه ان هو وحش، خليني اكلمك بمنتهى الصراحه، حضرتك شايف الموضوع ده ازاي؟ نظريه سطحيه جدا، يعني احنا ما بنقيمش محمد صلاح بتسجيله الاهداف ولا لا، احنا شايفين انه بيأدي بشكل جيد جدا، نتمنى طبعا ان هو يهدف ويبقى توب سكورر على البريمير ليج، ده اكيد، لكن مش ده المعيار اللي هنقيس فيه صلاح. بالعكس يعني صلاح بيأدي بشكل كويس، بيعمل اسيست كويس قوي، وكل لعيبه العالم مروا بفتره عدم تهديف، محمد صلاح بس. فاحنا كمان مش عايزين نحط ضغوط على الولد، مش عايزين يبقى هو ده. هو حتى شكله متضايق يا كابتن في اخر مباراه وهو طالع يعني. لا، هو بص، هو محمد صلاح دايما بيحب يكون الافضل، محمد صلاح دايما بيحب يكون يهدف ويبقى هو في السباق على التوب سكورر في البريمير ليج، دايما بيحب يكون الاول. وانا من خلال لقاءات كتير وتواصل محمد صلاح، دي شخصيه صلاح، ولكن يعني قلت له ما تاثرش عليك، يعني انت بالعكس انت المدرب، انت فاهم كويس قوي، زمايلك فاهمين كويس قوي، انت بتادي جيد جدا في الملعب، عمليه التهديف طول ما انت مفكر فيها وكل ما انت مركز ان انا عايز اجيب جول، ممكن تكون عصبي بشكل اكبر شويه قدام الجول، لكن لما تكون ريلاكس يعني دي كلها. محمد صلاح اكيد لعيب كبير وعارفها، فمش عايز محمد صلاح بنسبة اهدافه، لا، محمد صلاح يعني ما شاء الله بيأدي بشكل كويس جدا، وانا متاكد ان عمليه التهديف اكيد هتكون قريبه ان شاء الله باذن الله. كابتن هاني، الناحيه الهجوميه دايما في المنتخب الوطني، يعني او اتكلم عن راس حربه تحديدا، هناك بعض اللاعبين الذين تم او لم يتم اختيارهم، ويعني يمكن انا سمعت لحضرتك او شفت كذا تصريح ان السن بيفرق خلال الفتره اللي حضراتكم موجودين فيها، هل في ناس يا كابتن بتشوف ان المرحله دي تحتاج لاسلام مثلا؟ انا مش هتكلم على اسماء لاعبين، ولكن تحتاج الى اسلام، هل السن بيفرق للدرجات دي؟ اسلام احنا يعني انا عارف سؤالك رايح فين، لكن يعني كل مرحله وليها متطلباتها، اكيد مليون في المية لو احنا شايفين ان في لعيب مميز وفوق السن ال 30
وهيكون مكسب لينا في البطوله الافريقيه. اكيد مش هنقول احنا بنبني فريق دلوقتي، احنا داخلين على معركه كبيره جدا، وعمليه ان احنا بنبني فريق ديت اعتقد وقتها ممكن يكون بعد البطوله الافريقيه خلال البطوله الافريقيه. مظبوط. البطوله الافريقيه اكيد هنحتاج بعض الخبرات، لو مستوى اللاعبين على مستوى جيد جدا ليه لا هيكون موجود، لان احنا محتاجين كل عنصر، عايزين نفوز بالبطوله، فمحتاجين كل عنصر ايجابي ممكن يخلينا نكسب البطوله بغض النظر عن سنه. يعني في اسماء كثيره فوق ال 30 مميزين، فاحنا خلال شهرين اللي جايين لو شايفين ان هم على نفس المستوى ان هم ممكن يأدوا بشكل جيد جدا معانا، فاكيد مش هنقول لا سنهم كبير فخليهم لفتره ثانيه، لا يعني عمليه بناء الفريق اعتقد انها واخده مراحل. المرحله الاهم انها ان شاء الله ربنا يوفقنا ونفوز بالبطوله، وتبقى بعد البطوله الافريقيه نبدا نفكر، لكن احنا بنحضر من دلوقتي كمان، يعني احنا احنا محضرين. وده اللي احنا مشينا في المشوار الاولاني، ان احنا بدانا نحضر، وده اللي كان ينقصنا في مصر، ان احنا بنستنى لغايه اللعيب ما يستهلك تماما وبعديها نبدا ندور اصل احنا عايزين لعيب صغير، لا احنا اللعيبه الصغيره بنديها فرص. لعيبه في المنتخب الاولمبي لعبوا ماتش تونس معانا مجموعه كبيره من اللعيبه الصغيره، خدت خبرات ازاي تكون موجوده في الفريق الاول، خبرات التدريب، خبرات المحاضرات، خبرات الشكل التكتيكي، على اساس لما حتى نحتاجهم ان شاء الله ربنا وفقنا نحتاجهم في الفتره اللي جايه يكون عندهم البيزك، عندهمش الاساس من المباريات الدوليه، وده اللي كان ناقصنا. يعني احنا ان شاء الله باذن الله زي ما بقول لك احنا ماشيين في خطين، بنحضر لمنتخب متوسط اعماره 25 سنه 26 سنه، لكن ده مش هيمنع طبعا ان احنا لو شفنا لعيب فوق ال 30 عنده الخبرات وعنده عنده الامكانيه البدنيه والامكانيه الفنيه انه يكون متواجد في البطوله الافريقيه وهيكسبنا، اكيد مش هنقول احنا بنبني فريق، يعني ده شيء اكيد. كابتن هاني انا عارف ان انا مطول عليك، بس اخيرا يعني اولا ايه راي حضرتك في مسابقه الدوري العام المصري هذا الموسم؟ ثانيا رايك في مباراه الاهلي والزمالك القادمه؟ والله انا شايف دوري قوي، يعني انا شايف الدوري رغم ان هو فيه توقفات كتير طبعا نتيجه اشتراك انديه كتيره في مسابقات كتيره، لكن انا شايف ان يعني حتى على مستوى الناس اللي بتطرع هروب من الهبوط، لا في عندك ست سبع فرق قريبين جدا لغايه دلوقتي ما تقدرش تقول مين هيحسم الدوري. ده هاخد منه السؤال اللي جاي، اعتقد مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك يوم 30 مارس ممكن تكون تدي مؤشرات، مش هي اللي هتقول اللي هيكسب هو اللي هياخد الدوري، لكن تدي بعض المؤشرات ان ممكن يكون مين الاقرب للفوز بالدوري. عوده النادي الاهلي تاني بعد فترات من يعني من فقد النقاط رجع النادي الاهلي بقى في المركز الثاني، نادي الزمالك ماشي بشكل كويس قوي، الحاله المعنويه للعيبه كويسه، اذا كان الاهلي والزمالك وصلوا للدور الثمانيه بالنسبه للكونفدراليه او ابطال افريقيا، فكل ديت احنا منتظرين مباراه تليق باسم النادي الاهلي ونادي الزمالك، ونتمنى طبعا التوفيق للجميع. انتوا هتسافروا امتى ان شاء الله يا كابتن هاني؟ احنا ان شاء الله مسافرين يوم الخميس باذن الله، هنوصل باذن الله عندنا تمرينتين قبل مباراه النيجر، وهنلعب المباراه يوم 23 ان شاء الله، يوم 25 هنكون موجودين في نيجيريا نتمرن تمرينه واحده على ملعب المباراه، ونلعب المباراه يوم 26 باذن الله، والرجوع ثاني يوم ان شاء الله. ترجعوا بالسلامه، وانا بشكر حضرتك جدا يا كابتن هاني، واسفين ان احنا طولنا على حضرتك. حياتي للكبادن الموجودين ودعواتكم. بالتوفيق بالتوفيق يا كابتن مصر. شكرا جزيلا يا كابتن هاني. شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن هاني رمزي مدرب العام لمنتخبنا الوطني. كابتن عادل انا كنت هاخد حضرتك في قصه محمد صلاح، عدم تهديف محمد صلاح، اول من هو كابتن هاني يعني اتكلم من وجهه النظر ليه هو للمنتخب، من وجهه نظر حضرتك ان محمد صلاح عدم احرازه اهداف في اربع مباريات متتاليه او خمس مباريات متتاليه وخروجه بهذا الشكل، ان هو كان شكله متضايق، كل ما بيضيع كل ما بتحس ان هو مش عارف اقولها لحضرتك ازاي، لكن بتحس ان هو متعصب او متنرفز او كذا او كذا، كيف يتغلب على هذه المرحله؟ هو عنده من السكينه ومن الثقه بالله ثم الثقه في النفس ان هو دي مرحله وهتعدي. لكن هل هو المدير الفني المسؤول عنه راضي عن ادائه في كل مباراه؟ كل مره يطلع يقول بيشيد بادائه، بيأدي الواجب الدفاعي، احنا شفنا الماتش اللي فات الاخراني ده راجع عمل المرتده، الدفاع كله كان في الكورنر، رجع كان هجمه مرتده خطيره جدا على جول، هو اللي خد مظبوط، هو اللي رجع وخدها. عمل كام جول في الفتره ديت؟ حوالي اثنين او ثلاثه،
في الاربع مباريات. الماتش اللي فات واللي قبليه عملها الماني اعتقد اللي عملها بدماغه ماتش مؤثر جدا طبعا. فحته عدم التوفيق في الاهداف يعني الراجل بيوصل الجول وبيحطها الجول موفق جدا بيعمل ايده كده بتخبط في ايده ده توفيق. نعم. انما انا ما اعتقدش ان هو من السذاجه ان هو يبقى يعني هو محمل الجمهور محمل صلاح انه عايز اهداف يشوف اهداف كثيره زي الموسم الماضي. هي فتره وهتعدي واعتقد انها جايه باذن الله تعالى لانه مجرد ان هو يا ما عدت يعني طبعا. وكل واحد في 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 مجال الكوره لازم يبقى فيه صعود وهبوط لكن بيدي لفرقته يا كابتن بيدي لفرقته 8.5 من 10 واحيانا 9 من 10 جاب اهداف ما جابش اهداف فرقته فين دلوقتي؟ متصدره الجدول الانجليزي بعد ما كانت متزايله وكانت فريق ليفربول كان دايما في وسط الجدول او بيعاني ان الموسمين دول بيروح بطوله اوروبا دوري ابطال اوروبا وبيصل للنهائي وبيوصل للنهائي وبرده الموسم ده برده بيوصل للنهائي ان شاء الله باذن الله تعالى. نرجع للموضوع المنتخب ولا في محمد صلاح منتخب ايه كابتن؟ هتتكلم عن المنتخب لان هاني قال كلام مهم جدا قال انه الراجل بيقول للولاد دول ان دي فرصه اخيره بالنسبه لكم واحنا مش مختلفين مع المدير الفني احنا عايزينه ينجح ده راجل بيمثل مصر ما عندوش فرصه اخيره الفرصه اخيره والله انا سمعتها كده جاز هيدي فرصه للناس انها يعني لما تحتاج ويشوف مستواها ايه ويشوف مستواها ايه ممكن الناس تكمل هم تكمل. قال كلام جميل جدا قال ان هو الاولاد اللي هم فوق ال30 زي فتحي وزي وليد وزي المجموعه ديت هل هو مش هيحتاجها في افريقيا؟ هاني قال لا قال لا ممكن جدا نحتاجهم ويبقوا موجودين. لا والحقيقه انا وديته للراس حربه ليه تحديدا لانه يعني عايزين نتكلم عن المنتخب ككل مش عايزين نتكلم عن لعيبه الاهلي بس بنتكلم عن المنتخب ككل. لا انا حاطط اسماء انا حاطط اسماء يعني انا عبد الله صالح باك ليفت من الزمالك عبد الله جمعه اسف عبد الله جمعه هل في خلاف عليه؟ لا 15 لا لعيب كويس طيب انا يعني مش اهلي بقى وزمالك طب احمد علي اوباما خالد خالد قمر خالد قمر بالاتحاد مروان محسن مروان محسن وجهة الاختلاف مع مش اختلاف وجهة نظر اخرى بتقول ان انا عندي ما عنديش رفاهية الماتشات الدولية كتيرة اللي تخلي هو وضحها على فكرة كابتن قال لك ان ال 20% الفرق يعني احنا زي ما كابتن ماهر قال وكابتن ابراهيم قالوا ايه قالوا 80% هو وصل تقريبا للقوام الرئيسي هو كابتن ماهر كابتن هاني قال 80% احنا وصلنا للقوام ال 20% دول هنختار انت انا ساله بعديها على طول قلت له يعني ممكن نلاقي حد من المجموعه اللي ما لعبتش او اللي اول مره تنضم ينضم للمباراه القادمه قال لك ايوه يعني معنى كده ان هو من خلال المباراتين دول وبقيه مباريات الدوري قبل معسكر المنتخب ممكن جدا يعني ما حدش يختلف ان خالد قمر واحمد علي اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي وعبد الله ومروان طبعا بيقدموا مستوى اكثر من رائع في الفتره الاخرانيه الكلام بتاع هاني ال 20% ممكن عليهم على دول برضو بحيث ينضموا يعني 80% بيجربوا الناس بالزبط. دي وبيدوهم فرصه وبعدين المجموعة كمان. دي عينيهم عليها بحيث برضو يقدروا ينضموا لأفريقيا فأنا مش عايزين الهمم بتاعت الناس دي تقع أنهم ما وقعش عليهم الاختيار دلوقتي لا بالعكس احنا عايزينهم يستمروا في التألق ده في عشان إن شاء الله يبقى ليهم دور في الفترة القادمة في بداية كلامنا بنقول عناصر واعدة جدا تثبت كفائتها في المنتخب الأولمبي ثم المعايير بتقول ان انا داخل على امم افريقيا ما فيهاش هزار ده في ملعبك ولازم تاخد البطوله عشان تاخد البطوله لازم الولاد دول تبقى انت بتجهزهم من خلال ماتشات دوليه واحد زي احمد فتحي في خلاف عليه كقائد وكظهير ايمن مين الظهير ايمن الموجود في التشكيله اللي متاخده محمد هاني وعمر جابر الاثنين خبراتهم توازي احمد فتحي في الحته دي وباهر يا كابتن باهر محمد يعني باهر بيلعب بكرايه وبيلعب مساك يعني خبرات يا كابتن في افريقيا بتقابل ناس تقال قوي انت محتاج راجل بيلعب بس عايزين يا كابتن عادل لو سمحت عايزين احمد فتحي يبدا يشارك بس لسه كنت هقول انا كراجل مدير المنتخب مش ممكن هاخد حد يكون قاعد على الدكه او ما بيشاركش بقاله شهرين
ولسه راجع من اصابه. هو كوبر كان بياخد وبرادلي كان بياخد وكانت الناس ما بتلعبش وكان بياخدها. عندنا من الوقت انا لما يكون عندي الماظه الالماظه دي انا لسه هجرب انها الماظه ولا لا. وما حدش يختلف يعني انا يعني مروان محسن هل في خلاف ان هو من احسن فراوده في مصر؟ لا. احمد علي وخالد في خلاف؟ ممكن انا واحد من دول ما اخدهمش. لا لا ممكن هو يبقى من القوام الرئيسي واحد زي مروان من وجهه نظري. طبعا هو شايفه من القوام الرئيسي الاساسي للمنتخب اللي هم 80% اللي هو قال. ما اعرفش هل صح ده ولا غلط، دي مش معلومه يعني، انا بقول تخيل كده مع بعض عشان هو بيقول ان 80% احنا مختارين، فممكن مروان يبقى من ال 80% فهو سايبه. هو سايبه ويشوف غيره. عنصر ثاني، لا هو برده مروان انا بقول بوجهه نظرهم برده بيحتك افريقيا مع النادي، فبيدوا فرصه لناس تانيين بيحتكوا افريقيا. انت كمدير فني محتاج انك انت تعمل تشكيله، انت بتروح تلاقي منتخب اسبانيا منتخب البرازيل اي منتخب بتلاقي التشكيله بتاعته هو بيلعب ماتش ودي مش بتبقى كامله؟ اه طبعا فيها خلاف. لا احنا ليه مش كده؟ لا بس مثلا انا عندي كريم، انت بتنزل الاعمار زي احيانا ثانيه واحده يا كابتن. كريم نيدفيد، كريم نيدفيد فين في التشكيله دي كابتن؟ كريم نيدفيد مش منتخب اولمبي يا كابتن. منتخب اولمبي، منتخب اولمبي. رونالدو يا كابتن، كابتن هاني اتكلم على منتخب الاولمبي كمان، اتكلم عن منتخب في ربط بينه. وبالمناسبه برده يا كابتن رونالدو لاول مره ينضم لمنتخب البرتغال النهارده في اول معسكر ليه، وخلال الشهرين ثلاثه اللي فاتوا لم ينضم. فمعرفش انا بقول لحضرتك ان انا وجهه نظري يعني مش وجهه نظري، ان الكابتن هاني بيتكلم ان ال 80% احنا مختارينهم خلاص، وهو واضح كلام، وال 20% دول ممكن نختار بقى اي حد دي. من هنا من المجموعه اللي فاضله من بقيه اللاعبين اللي موجودين ولعيبه النادي الانديه اللي هم بيلعبوا في الدوري وهيلعبوا لسه مباريات قادمه. لا اعتراض على التشكيله وعلى الاختيارات. ده راجل مدير فني الاتحاد الكوره، اتحاد الكوره بيديله مرتب عالي جدا وبيستخدمه علشان ياخد افريقيا وبيجهز الفريق لكاس العالم. احنا بنقول وجهات نظر ان في بعض العناصر سواء من اهلي او من زمالك او من اي حته يعني من مقاولين العرب من الاتحاد اسكندريه اي حد موجود بنقول ان في خلاف ان دول نجوم في فرقهم وفي المنتخبات وعندهم خبرات. ما فيش خلاف خالص مع المدير الفني للمنتخب، بس وجهات نظر ان في بعض العناصر كان ممكن تاخد الفرصه دي والولاد اللي هم في المنتخب الاولمبي يبقوا موجودين مع المنتخب الاولمبي والاخرين يعمل لهم اعداد من خلال ماتشات دوليه مفروض انها واحده وديه وواحده تحصيل حاصل بدلهم الخبرات. هل من العناصر الصغيره اللي متاخده هل حد منهم من العشره اللي هاني قال عليهم ممكن يلعبوا في افريقيا؟ في منتهى الصعوبه، في منتهى الصعوبه، لان كرة القدم ما هياش. هو انا هاخد كلام، هاخد سطر من كلام هاني ان هو واخد اللعيبه اللي احنا بنتكلم عليهم دول وحاططهم تحت ضغط الماتشات الوديه في افريقيا. والله اذا ثبت كفاءتهم هيستمروا مع المنتخب، اذا ما ثبتش كفاءتهم يبقى العناصر اللي احنا بنتكلم عليها انها كانت مفروض تنضم للمنتخب زي رؤوس الحربه اللي احنا قلنا عليهم الاربعه زي ما هو كل الاسماء عليه. كابتن عبد الله جمعه علي وعبد الله جمعه واوباما عينيهم عليهم واوباما، حد يختلف عليهم من دول كويسين؟ لا ما حدش يختلف عليهم، كلهم في مستوى اكثر من رائع في الفتره الاخيره. كريم مع الاولمبي فما فيش مشكله، فما حدش يختلف عليهم انهم مؤثرين مع فرقهم جدا جدا جدا، وعدم وجودهم مع فرقهم بيهبط اداء الفرق. فهم شايفين دول بس عايزين يشوف دول ويحطوهم تحت ضغط بحيث يشوف هل هم تحت الضغط ده هيقدروا يكملوا مع المنتخب ولا مش هيكملوا، يبقى هيستفيدوا بالعناصر الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها. كابتن ابراهيم، كابتن عادل كان قصده اسلام ان احنا دول مباريتين عايزين ننهي بيهم بالقوام الاساسي. مظبوط يا كابتن عادل؟ عايزين ننهي بيهم القوام الاساسي. اخر مشهد مباريات وديه ثانيه، اشهد اخر مشهد قبل كاس الامم الافريقيه، هيبقى معسكر 10 ايام قبل ما تبدا يا اسلام. طب هتجربهم امتى؟ ما انا معاكم وكل الكلام يعني اللي انتوا يعني بتقولوه جميل. طب هتجرب اللعيبه دي امتى؟ طب انت الولاد الصغيرين تجربهم في ماتش نيجيريا؟ احنا صعبه. محتاجين يا اسلام بقى زي ما انت قلت كده ان احنا محتاجين مباراتين كمان بعد المباراتين دول، يبقى القوام الاساسي يا كابتن عادل اللي هو مختاره 25 لعيبه كابتن ابراهيم اللي هم في دماغه اللي هم 80% وبعض العناصر اللي هتبدا تشارك من دول من خلال زي ما هاني قال الدوافع والشخصيه بتاعتهم، يقدر مستر اجيري يقدر يضيف منهم عنصر او اتنين مع القوام الاساسي اللي مكسب. موجود يبقى مكسب. يبقى بكره في ماتشات دوليه كلها مكسب كبير. كلها كبيره جدا في اوروبا وفي البرازيل كل الفرق بتلعب بالقوام الاساسي بتاعه، كله بيلعب بالقوام الاساسي اللي هيلعب اكيد يعني زي ما اسلام قال
ان دول مباراتين قبل كاس الامم الافريقيه. افتكر ان ممكن يبقى فيهم مباراتين كمان يعني يقدر ينهي بيهم مشوار. انا ما عنديش معلومه لكن انا بقول يعني ممكن عشان نتكلم كلنا مع بعض ان التجربه تنجح واحنا مع المنتخب مليون في الميه، لكن لازم نقول وجهه النظر اللي احنا خايفين لان ده اسم بلدنا طبعا. واحنا لما بنشتغل في المجال ده بنقول تكير الولاد دول، انا اللي خدتهم وما يرجعوش تاني ده الاحباط ده. والمباراتين اصلا صعبين، خد بالك مش هيرجعوا. مباراتين يا كابتن عادل صعبين، هياخدهم مره تانية. لا في المنتخب الاولمبي يا كابتن عادل المباراتين دول صعبين، طلعهم درجه ونيجيريا يعني قوي جدا للمنتخب للمجموعه دي صح. حضرتك تقصد ان في المنتخب الاولمبي ممكن يكملوا بيكملوا المنتخب الاولمبي مفيش مشكله، فمفيش احباط بالزبط. يعني هم في المنتخبين هو زي ما قال برضه، ما باخد سطر من كلام هاني ان في ربط بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الكبير. طب احنا بناخد عناصر جامده من عندك المنتخب الاولمبي ونحطهم تحت ضغط جامد مع المنتخب الاول، والله نجحوا هيكملوا، يلا هيكمل ما نجحوش. هو المنتخب دوره الاساسي كده هو ايوه طبعا ان هو يصل الى دوره الالعاب الاولمبيه والكلام ده كله، تفريغ للمنتخب الاول. فالفرصه مواتيه يعني الراجل ماسك العصايه من النص برضه هو يعني محترف قدر قدير. وجهه نظر ان المنتخب الاولمبي يلعب بالقوام الرئيسي بتاعه القوي، والمنتخب القومي يلعب بالقوام الرئيسي بتاعه، يبقى انا ما بجزأش الفرق. انا عندي 7-8 عناصر منتخب اولمبي يكونوا في المعسكر مع شوقي غريب بيلعبوا مع امريكا مع هولندا، وانا اخد العناصر الاخرى اللي انا هلعب بيها في امم افريقيا العب بيها في النيجر والعب بيها في نيجيريا. ودي وجهه نظري، بحترم جدا وجهه نظر المدير الفني، لكن انا كمنتخب اولمبي العب بكامل قوتي علشان انا داخل برضه تصفيات، ومنتخب الاول بلعب بكامل طاقتي. كل الناس اللي موجوده العناصر المبشره اللي كلنا متفقين عليها تبقى موجوده في النيجر وموجوده في نيجيريا، ولو في ماتشين وديتي اخرين يبقوا ده الافضل. انا من وجهه نظري ده الافضل. نسيب المشاهد يحكم على بالظبط كده. لا هو الاختلاف لا يعني بالظبط، لكن هو ده مش خلاف يا كابتن. احنا كلنا انا ما بقولش خلاف، لا لا ما انا بقول الاختلاف الاختلاف ده عشان ايه؟ مصلحه المكان. وانا يعني الجزئيه دي في غايه الاهميه، لان الولاد بتوعنا عمليه الانسجام في المباريات الدوليه خد وقتها لسه، بتبقى عايزه وقت، محتاجه وقت ومحتاجه انسجام ومحتاجه تحركات. يعني في الكهرباء مش برضه مش موجود، وكهرباء صحيح وكهرباء مش موجود. وبعدين رمضان صبحي مع المنتخب الاولمبي، طب رمضان صبحي ده هيبقى عنصر اساسي في امم افريقيا، ده المفروض يبقى معايا، ما يبقاش في مع المنتخب الاولمبي، لان المنتخب الاولمبي بيصعد. ما احنا بنقول كلام ونقول عكسه. المنتخب الاولمبي يبقى فين؟ انا مودي رمضان اللي كان ما شاء الله مع النادي الاهلي عمل شوط 45 دقيقه. ايه ده الفتره الاخيره؟ ايه ده حقيقة. ايه ده الجري ده، كميه الجري ده وكميه البساط وكميه القوه، ما كانش بيأدي واجب دفاعي خالص. ما شاء الله واجب دفاعي على اعلى مستوى، اداء هجومي على اعلى مستوى، تمريرات باهداف. ومع كوبر كابتن عادل ما كان بيشارك مع المنتخب الاول وكاس عالم كوبر كاس امم افريقيا يعني 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 السنتين اللي فاتت برضه هي وجهات نظر كابتن وهو يعني قضى عموما. اخيرا كابتن ماهر عشان يعني هنقفل الحلقه فضل. عايز اسال حضرتك برضو او حضرتك قول لي كلمه برضو تقولها للعيبه المنتخب او تعليقك اخيرا على كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. اولا بنشكر طبعا الجهاز الفني مستر اجيري وكابتن هاني رمزي ان هم اختاروا العناصر اللي موجوده اللي هتمثلنا في النيجر وفي نيجيريا. دي العناصر اللي كانت ادت في بدايه الدور الثاني بشكل جيد، فتقدر تقول في مصداقيه وفي امانه ان هو بيدي الناس حقها. النقطه الثانيه هو اتكلم على شخصيه اللاعب المصري ودوافعه، مهم جدا في المباراتين دول يقولوا للجهاز الفني ان احنا جادرين بمكانه المنتخب، واحنا جادرين ان احنا نشارك العناصر الاساسيه اللي هو قوامها 80% من لعيبه المنتخب. النقطه الثالثه كمان بنحيي طبعا هاني والمنتخب ان بقى عنده رقم واحد والبديل، يعني ودي مهمه جدا اسلام في خطه اللعب وطريقه اللعب طبعا. يبقى انت عندك الاساسي وعندك البديل عشان يبقى عندك قوام 25 لاعب جميع المراكز اللي موجوده فيها الاساسي وفيها الاحتياطي. النقطه الرابعه ان مستر اجيري بيلعب بخطه واضح قوي، خطه هجوميه شفناها يمكن في المباريات السابقه اذا كانت اللي هي الدوليه الحبيه او الدوليه الرسميه،
حاسين قوي ان فعلا ثقة الشعب المصري في الجهاز الفني واللاعبين ان احنا خلاص بقى رجعنا لطريقتنا اللي احنا بنحبها، الكرة المفتوحة، الكرة اللي فيها هجوم اكتر من كثافة العددية في الجانب الهجومي، وفي وقت الدفاع بندافع بشكل جيد طبعا، غير الطرق اللعب اللي كانت موجودة قبل كده اللي كانت الشعب المصري واحنا كنا متضايقين من مستر كوبر ان كانت عبارة عن تكتلات دفاعية بشكل كبير. نتمنى طبعا لمنتخبنا القومي المباراتين اللي جايين ان شاء الله، لانه مباراتين صعبين محتاجين ان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه تدينا ثقه باذن الله لبدايه كاس الامم الافريقيه واستعداد كاس الامم الافريقيه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، شكرا يا كابتن عادل، شكرا يا كابتن ماهر، شكرا يا كابتن ابراهيم، شكرا يا كابتن ماهر، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. قبل بس ما اسيب حضراتكم عايز اقول لحضراتكم ان بكره ان شاء الله الساعه 7 بالظبط هنقفل التعليقات، عشان انا عارف المصريين دايما حضراتكم عايزين عندهم فاهم جاي ايه بعتين، فبكره ان شاء الله الساعه 7 بالظبط او يعني وقت اعلان القرعه خلاص سيتم غلق باب التصويت على 10 تيشيرتات هدية من إدارة النادي الأهلي وإدارة قناة النادي الأهلي لعشر متسابقين هيتوقعوا بشكل صحيح من سيكون الطرف الثاني لمباراة النادي الأهلي في دور الثمانية إن شاء الله. يبقى دايما ده معانا، يعني أنا بحاول أفتح دلوقتي الإنترنت عشان أعرف حضراتكم وصلتوا لإيه، لكن أنا متأكد يعني قلت لحضراتكم قبل كده من الموضوع انا متاكد ان هو هيعدي، وهنقرا كل التعليقات وهنشوف كل التعليقات. لا مش هنقراها طبعا، ما ينفعش، دي عايزه 3 سنين نقعد نقرا فيها، لكن هنشوف كل 50000 هنشوف كل التوقعات بتاعت حضراتكم، وعلى الهوا على الهوا كده هنلف ونقول من سيفوز ب 10 مش واحد يعني 10 اسماء ستفوز ب 10 تيشيرتات لمن سيتوقع بشكل صحيح من سيكون الطرف الثاني في مباراه النادي الاهلي في دور الثمانية في دوري الأبطال الأفريقي. بكرة إن شاء الله القرعة هتبقى أعتقد من 6-8 في وقت ما يعلن أن النادي الأهلي هيتسحب عليه خلاص، يبقى هو ده وقت توقف التصويت على الحلقة. فمش عايز حضراتكم بقى إيه تبعتوا أكتر من كده، يعني لأن الشغل كده كتير جدا وكل الناس اللي هنا هتتعب جدا، يعني احنا وصلنا دلوقتي ل 42000 تقريبا او 43000 يعني فمستنيين برضو ان حضراتكم تبعتوا لغايه بكره ان شاء الله في تمام الساعه 7. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في تمام الساعه 10:30 عشان نعلق طبعا على قرعه الدوري او قرعه دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا ومن سيكون الطرف الثاني لمباراة النادي الأهلي في هذا الدور. أشكركم وإن شاء الله نلتقي غدا في تمام الساعة 10:30 وحلقة جديدة من ملعب الأهلي.